بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قناة العمران تحييكم وترحب بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن ما يتميز به الدجاج البلدي. تتميز مشاريع تربية الدجاج البلدي بسهولة عملية التربية من حيث إقامة المشروع ومتابعته ومن حيث التغذية. فالدجاج البلدي سهل مقارنته بالأنواع المحسنة الأخرى من الدواجن، كما أن مزارع الدجاج البلدي سهلة الإقامة ولا تحتاج لمعدات كثيرة، والمداجن هتكون مثل هذه، يعني ممكن تسوي صندقة صغيرة مثل هذه، اثنين في اثنين ونص في اثنين او ثلاثة في ثلاثة، ويعيشوا هم فيها ويكون في انتاج للبيض وتكاثر لهم في البيض. هذا بالنسبة للناس اللي بغي يسووا فقاصات وبيسوي انتاج وبيوسع في رزقه. كما يتميز الدجاج البلدي بقدرته على حضن البيض وكفاءته العالية في عملية حضن البيض. واذا ما قارنا بالدجاج الفيومي سيكون هو الرابح بالتأكيد، الدجاج البلدي، لأنه الدجاج البلدي من متميزاته أنه يحب ينام على البيض حقه، يعني يبدأ يحضن على البيض. في البعض من المزارع يبدأ عندهم الدجاج يحضن من عمر 6 شهور أو 7 شهور. وإذا ما قارناه بالدواجن الأخرى مثل الفيومي أو الحبشي أو الفيومي يمتاز بإنتاج غزارة إنتاج البيض، أما بالنسبة للتحضين ما يحضن إلا في سن متأخر، هنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقات الجاية إن شاء الله. كما يتميز الدجاج البلدي بقدرته على حضن البيض وكفاءته العالية في عملية حضن البيض. وإذا ما قارناه بالدجاج الفيومي سيكون هو الرابح بالتأكيد. فالدجاج الفيومي لا يميل للرقاد على البيض، وقد يكون بهذه العملية لا لأبعد الحدود يمكن ينام على البيض في سن السنتين أو 3 سنوات، وهذا بالنسبة للدجاج الفيومي. أما الدجاج البلدي فيبدأ في الرقاد على البيض في سن 6 شهور أو 7 شهور أو 8 شهور عند نضوج الدجاجة، ويعتمد على نظام المشروع المقام. أي إنسان يبي يسوي مشروع يقام المشروع، فإذا ما اعتمد صاحب المشروع على نظام التفقيس والتحضين الطبيعي للبيض تعتبر ميزة جيدة. أما في حالة اتباع نظام تفقيس البيض عبر الآلات المفقصة، يعني زي الفقاصات، يعتبر يعني إذا كان يبغى إنتاج يبغى سرعة إنتاج، فهذا هيكون أفضل له وأسرع وأجمل، ولكن لازم يخصص لهم مكان دافي جدا وفي إنارة جيدة، ويكون درجة الحرارة فيه 32 إلى 34 درجة بالنسبة لمكان الصيصان، عشان ما يخسر الصوص، لأنه الدجاجة إذا نامت على البيض فهي تدفي صيصانها تحت أجنحتها لتدفئتهم. لكن بالنسبة للفقاصات لازم يعني يخصص لهم مكان دافي ويكون درجة حرارته أقل حاجة 32 إلى 34 درجة. وأتمنى أنه لجميع المربين ما يعتمد على تحضين الدجاج البلدي على البيض، لأنه حيخسر مدة طويلة من إنتاج البيض بسبب رقود الدجاج على البيض وتحضينه على البيض، وحتصير الديوك حتصبح لحالها ما عندها دجاج يواسيها، أو حيكون في إنتاج أو يكون في نسبة تخصيب أو تلقيح للدجاج، فحيتأخر مع المربي اللي هو إنتاج البيض بسبب تحضين الدجاجة على 4 ولا 6 بيضات. وفي الحالة دي
حيكون خسارة على المربي. وهذه هي فقرتنا اليوم عن تربية الدجاج البلدي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.